بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الافاضل اينما كنتم مرحبا اهلا وسهلا نحييكم ونلتقي بحضراتكم مباشره من سانت بيترسبرغ ستاديوم. مباراه تبدا بالهتافات والتشجيعات وستنتهي بالدموع من دون شك، سواء دموع النيجيريين على ادائهم وخروجهم ربما او دموع الارجنتينيين الذين ستتهاطل بكثره بما في ذلك على ميسي وعلى ديغو مارادونا لو خسر اليوم منتخب الارجنتين. بدانا المباريات الاقصائيه قبل الموعد، المباراة الثالثة في هذه المجموعة نيجيريا في مواجهة الأرجنتين من أجل أن تكون أو لا تكون، من أجل أن تستمر أو تعود، من أجل أن تواصل هذا المونديال أو تخرج مطأطئ الرأس، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمنتخب نيجيريا بمنتخب الأرجنتين. نيجيريا اليوم بأوزو في حراسة المرمى، التروست إيكونغ رفقة بالوغون وأميرو في وسط الدفاع، برايان إيدو على الجهة اليسرى، فيكتور موزيس سيكون على الجهة اليمنى، انديدي رفقة ايتيبو وجون بي ميكيل ورفقة ووسط وثنائي الخط الامامي اينياتشو وكذلك احمد موسى فيقو ماركوس روخو يفضل الكرة البعيدة. وين يا تمندي وين؟ حتى الارجنتين ها راح دخل ايتيبو وصل ايتيبو 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 بابا بابا خطيرة على الجهة اليمنى، راح ليو راح ليو مر ليو مازال على الجهة اليسرى كرة خطيرة بابا 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 لقطة بلقطة كرة بكرة فرصة بفرصة والتوغل من تاغليافيكو مدافع نادي اجاكس توغل باريجا حطها له على طبق راوغ وسدد كرة عالية بعيدة على مرمى فرانسيس اوزو مرة تو ما زالت نيجيريا من هنالك محاولة التوغل والتسديدة بعيدة من احمد موسى مرت سلامات على فرانكو ارماني. يا فرانكو يا ارماني لم ميسي دخل ميسي حياة برونو بيريز على جهة اليمنى ميركادو الدفاع وميركادو غفير وتنقص اينياتشو 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 اتجاه بانيجا بانيجا راح ميسي جول ليس سواك منقذ لمنتخب الارجنتين، الارجنتين من دونك ولا شيء. ديغو ارماندو مارادونا يفرح لميسي، نعم استلمها بصدره وحطها ودخل، الارجنتين تفتح مجال التسجيل عن طريق ليو. يا سلام في الدقيقة 14 يفعلها الارجنتين ويفعلها ليو، ميسي يسجل هدفه 65. الحارس فرانسيس اوزو اندي ماريا ردتها بقدر ما هو في استعمالها. الفينياتشو الدفاع جاء مجددا من هناك ناحية ليو التمريرة بابا 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 خطيرة ليو هداف وليو ممرر وكاد غونزالو ايغواين يسجل هدف ثاني قاتل. يا لها من تمريرة يا ليو في منتهى الروعة في اتجاه ايغواين ايغواين ضيعت ايتيبو في الاسترجاع راح النيجيري اي 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 بعيد الكرة هذه من ايتيبو في هذه المباراة بانيكا الكرة بعيدة دي ماريا راح دخل دي ماريا مازال دي ماريا دي ماريا بابا 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 با البطاقة الحمراء لا صفراء البطاقة الصفراء رقم 120 في هذا المونديال ليون بالوغون كنت اعتقد بان تشاكر اراد ان يحتسب او ليو ليو يستعيد ليو يتقدم ليو يسجل بابا 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 القائم ليو كاد يسجل الثاني القائم الايسر ليوزو ليو بميكال يرسلها بعيده وعاليه للامام لبالوغون كره بالراس بابا 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 خطيره دي ماريا ولا يا دي ماريا انياتشو احمد الكره بعيده يا اينياتشو بعيده 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 لاحمد موسى قللت من الاخطاء اما استعمالها ربما فيه الخلل لان موسى دخل احمد احمد موسى خطيره والدفاع ولا لا وما زال اللعبة بابا بابا صعبه بسم الله مجددا كما كان متوقع يحدث اولي ليلعب في ديبورتيفو لا كوروني اليوم فيكتور موزيس من هنالك التفوق هذا التماس بيده في شكل ركنيه بعيده لم تكن بعيده تماما يسر نيجيريا الكره بعيده للامام بالوغون ولا الدفع ولا اندفاع الكره مرفوعه عبر قائم الاول والدفاع ضربه ضربه جزاء حكم المباراه يعلنها ضربه جزاء للارجنتين هاو الكره وهاي
الموازين. يقول لهم الحكم تشاكيرو كي احتجيتوا خلوني نسأل مجددا التقنية الفار. العيب ليس فيها ولكن في مثل هكذا تصرفات يا سيد الحكم. العيب ليس في التقنية لأنها قللت من الأخطاء، ولكن العيب هي في سوء استعمالها وفي كيفية استعمالها من قلب. ضربة الجزاء 21، بابا بابا جول بالبراءة والروعة والدقة اللازمتين، فيكتور موزيس فعلها وعدل النتيجة لنيجيريا أمام الأرجنتين. نيجيريا صارت بأربع نقاط الآن والأرجنتين بنقطة واحدة وإيسلندا بواحدة. انقلبت الموازين، فعلها فيكتور موزيس. قد تكون هذه الرمية وهذه الضربة وهذا الجول هو المنقلب، تنقلب الأمور بعدها رأسا على قاقب عن طريق اللاعب أبناء شعلة المباراة منذ بدايتها. فيكتور موزيس في تنفيذ التماس يرسلها بعيدة، التغطية تلقى من دي ماريا، من هنالك دخل دي ماريا، الحكم يقول لك هذا ميسي، الركنية من إيتيبو والتغطية الدفاعية. سجل هدفه ال 12 فيكتور موزيس في 37 مباراة. موسى دخل التوزيعة من أحمد موسى والدفاع فلمنتخب نيجيريا. 10 دقائق لعبنا، الكرة مرفوعة بعيدة عالية للأمام، الخط اللور بالراس، بانيجا من هنالك مع دي ماريا، بانيجا توزيعة خطيرة، أولالا ميسي يبحث عن واحد من الرؤوس يرفعها في القائمة الأول قصيرة الكرة هذه. مازال أحمد بابا غابير ماتشيرانو، عرضية مرة ثانية تنظيمهم الدفاعي ولا أروع نيجيريا تنظيمهم. يرجع للخلف لجوبي ميكيل، يا بافون انقل دي ماريا خلف المهاجمين المدافعين، الكرة خطيرة وين الثالث، رجعت للخلف ينخل دي ماريا يطلبها يا دي ماريا، راح بافون يطلبها دي ماريا، اولالا نيجيريا تدخل قوي وبطاقة صفراء لإيفر بانيك. بافون يحاول يمر، بافون كادو بانيجا يبحث عن دي ماريا، راح من هنالك على الجهة اليسرى، يا دي ماريا لو أنا نخرجك يا أنخل يا دي ماريا. 20 دقيقة لعب، نيجيريا هدف، الأرجنتين هدف، نيجيريا في الدور الثاني والأرجنتين كذلك. لازم تتوقف يا غدير يا ماتشيرانو. سلل الكرة خطيرة لنيجيريا، بافون دخل الكرة دخل، إيغوين لكرة تمر ولا كرة تمر. ماتشيرانو مازال عنده الكرة، يرجع لبافون مجددا لأنه دخل الآن. بافون يبحث عن إيغوين، ماسي ميليانو ميتزا والطلقة خطيرة والدفاع، يلعب أرضية خطيرة، بابا التسديدة، سجل جول ثاني لنيجيريا. احمد موسى استلم، جوبي ميكال خلاها، الحقا في ديدي يفعل ما يريد كيف ما يريد ومتى يريد بالكره. طبعا في كره القدم اتحدث عن احمد موسى. مركادو الأرجنتين بسبع أنفاس. ميتزا وليس ميسي أديغو، ستموت يا ميديغو لو تستمر بهذا الشكل. ميتزا فعلها بالنيجيريين في الأربع دقائق الأخيرة ويبعث المونديال مجددا.